بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. خامسا كتاب الصيام، تحويا كتاب كيشانات دروستي فقه أهيت يعني برنين كتاب بداية المتفقه كتاب أهان وكتاب كيشانات كتاب الصيام صوم كتاب كيسة أيان بلوني عشر كنو قدام بي وحان سوشا قني أما كتاب كهالك سيدة على الجيدان فيه أربعة ضوابط أفر ضابط أيو يعني وشاقي مسائشة صوم كلو أروريو أما كو يعني يعني كود هلي كرمه كتب تقارن إلى اللح ضابط بيكالي أفرت إنو قرن ذو جيدا وحويان شروط وجوب الصوم صونك واجب نمديس الشروط هذا هي شروط صحة الصوم صونك عن صحة ديسة شروط هذا مركا واجب نمد عن صحة الربيكاليين يعني صونك يوك عن صحيه مارت يو كواجبية ما قلت قفك يسوي كواجبي أيون هذا نك عن صحة كريم هدي شرط كم إذا شروط دي صحة اللواية سنة الصوم صوم كسنوين كيسة أي ضابط سد هذا كان كلا المفطرات وهي ما صوم كقفك كجبية مركا أنت عصوم قري محوها يا أفرت ضابط أيو هل كان نوغا موغضة لكن لابا ضابط وكلا أيام لقدر على الأيام المستحب صيامها ما المها إن لصوم أي تحي أو أي 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 سنة تحي صوم كحوق يبسما واجب إيو صوم عن واجب حين صوم سنة مالك صوم كسنة أيامها أي سنة أي تحي إن لصومه كان قدام بينه ما المها عن الأقلايب إلا صومه لوضعس أيو كدري مركا وحنك صحظة أن مركا عشر كي نوهري ضابط كالكواد إيا كان لبات وشروط وجوب الصوم أفر أيان كل شغلنا على الإسلام البلوغ العقل القدرة عليه ففاهمت هذا عشر كي هوري أيادي ومراجعين كرتان ما يقاو هذي الويديو ما هي شروط وجوب الصوم؟ صوم كواجب نمدس الشروط هذه وإمسة أفرتاس بلدهي شروط وجوب الصوم أربعة أفرتاس باتشيكسة قفك وإن ورطة مسلم يهي وصوم كواجب أيه ده قف قال الصوم ده عدي الصومان لقا وعقبال مايو البلوغ قف قان قال أيه واجب كي هاي أنا قف قان قال واجب كماها أدوس الصوم الصوم كي سوى صحية العقل قف قرشله وعقل كي سوى ما يستني هي كوا جبية قف وعلم وعقل كي بكتري كوا جبي مايو تكاليف الشرط وكذا عيسى القدرة عليه قف كي أود أي كوا جبي سام قف كي أود واي حنون درتي هو أود واي ما عرفتي كاسونا كوا جبي مايو وحي لي إلهي سبحانه وتعالى كقاضي عليس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دين تنوى دين لوجيكا وقف وحسن أود ولا هل وخص بباي وحد أود ولا هاي سواء ولا ولا قال حساب تمية هذا أود ولا هذا تكون جواد فشو وعد يعني واجب كسر بحر في زمان كسر حساب شروط صحة الصوم إذا اللحب وكل شيء أفكا وكأن صحيه ده مركي روحاني ما بكو واجبه يقف قالا إسلام نما الشرط وإنه واجبه حتى لو حويا إنه صونك أنصحه وإله أكتي لقى أقبل إسلام نما الشرط وا قال هدو صوم وسيد المسلمين تقول صوم أين هو صوم صوم كيسا ما أنصحه طلبات عقلي نموا على هدو صومنا كما أنصحه صح من القرآن صوم كيسا التمييز إنما يروا محبك على قرنين أو حكى الصوغي كرن سيد حجر أفرجر أو ما أعرف عن قال درجة
دعدي وحكوك الجرن لها وحا سن إيو وحا في عنين سنة الصونك كان صحي ما يهدو سكا قاجي سوال نية إلا لي ماذا ده وحا إنما الأعمال بالنيات واسكا قاجي سنانا يا كريا ووحا دو قاجي سن تهين على القرنين وحا معناها كجرة إذا الصونك كوا صحي ما يهدو وإن عبادات إلهي ولجي داد نيوتا إلهي بأي عمري إلا أنك صومه وأنك جوكسده وحل عني وحل عبي يشاوذي دبا أنيو إلهي أمر كيس فلناي انقطاع دم الحيض وحو أصح يا وكال ليجي عدد مركو كجوه هويني عاد ليجي عدد قبطة هدي الصون طوع انتدي اي كيس تاكتو ودات كلا الصون ده صون كيدي ما أصح يا مركو وين اسكع فرطاه وحال الصون كيدي وقونا أصح يا الله حسابي معي انقطاع دم النفاس سيدو كالتي ليج ومشا أو كسع دينا كأن صحي ماي واي الضابط الثالث ضابط كسد حاد أو من ضوابط كتاب الصيام كتاب الصيام ضوابط دي سكملة أما قواعد دي يعني أرورية مسائش وحكملة سنن الصوم ست سنن الصوم صوم كسنوين كيسة ولح لحوي سنوين صونك مركا سنة صونك معنى دواء محي وحا هدي للي ماذا صونك صونك مركا صوميسو أموراه إن أدلت ماذا أي صونك وكامل كن قناي هدي آدم يعني كتكتنا صونك وسن كجبيني تاسع للا سنة سنة الصوم ستة ولح أمر شيء لح شيء تعجيل الفطر تنكواد وحوية أفرك إن لددجية أفرك إن لددجية مركي قرحة بعضبة إن هري لو أفره وعلى دين وإفتين و... وإن لكم مذوب هذا وإن معرتي كعماها حادو ذي إن كوم مقنن وحيا واحد ضدك الشيك شيكان وأن أصل كلهين لمرة بإن يعني لقد اكتب حوال دين اللي قد اكتب قرحضة إني إبدأ عليها دين له بصده حتى دي افتين وموقضه وحاويان وأفرك وحشر ديواه إني قرحضة دعضه نبي عليه الصلاة والسلام وحيد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة ذاتك خير كتقي مايان انت أي أفرك انت أي أفرك ددجين أيان أفرك أنت ددجين أيان خير كتجي ما يان يعني خير بيكون سقيه هو حديث كذا الإمام بخاري مسلم أي صوص صاري حديث كلو سجل الإمام بخاري مسلم أي صوص صارين نبي وحيد إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم معني هبينك هذا لنا وكيم هذا وما لنتنا لنا عن أي كسي جيسته قرح دين أي بعضه كي صومنا وافريد يا نبي عليه الصلاه والسلام ام وحب ام عبد عن ام عن مر بعد قرح بعضه صوم كاج واد افرت مركه ان ان هري لو افرو ايا سنده اه واي طلب تاخير السحور سحورت ان لدبدغه سحورتا دبا يعني حلقي يابا وردلا كما كي كره اني غابينك بان اسك عشينيا سحور ومبهني عشرة عنبة سحور إن قريس ويعدي سدى يلان يعني أكو صومان صوم كودوا صح لكن وحا لافتي فضل وين هو فضل يعني وحياوها فضائشة صوم كالربين يعني لا صوم كم النقود وسحور إن دبلو لقاء أيا كامقا مركا قفك سحور تدبو لقاء يا ذي قصف فضل متين سوكي نمسك فضل معه تأخير السحور سحور تدب بجد هذا إلا لو دب بجو أنت وقتك يعني أذانك الصبح لقى جارو إلا وقتك أذانك الصبح لقى جارو وقت يعني معرتي لقى جارو محاها زيد بن ثابت حليه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة نبي قال لا سحور النبي بن صحاب بن زيد بن ثابت نبي قال لا سحور النبي يدوس رمضان أي تاي
ثم قمنا إلى الصلاة كدمنا الصلاة الصبح ما نقول استغني قلت وحنكو يري بويري نك صحابي قا وشي قاي كم كان بين الأذان والسحور سحور تي أذانك إم سعود حي مركب سحور الجوجسين قال قدر قدر 50 آية كنت آية أنت لقى آخريه أيا أود حيسي كنت آية أنت لقى آخريه أيا أود حيسي متفق عليه حديث كاسنا بخاري مسلم أيام عرتي يعني سكو وافقي مركب أنا كنت أيضا وأي يعني أيضها لحد كا مثلا حالو آخرين كنا مدة أن تمن دقيقة عن دمين ما قرأت أنا كير مركب سحور تفضل هذا مركب محوية محاس سحور تساس مهمة يقولها سحور توحي مهم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام حكوت المال السحور تاني تاي بركة تسحروا فإن في السحور بركة سحور تبوي النبي عليه الصلاة والسلام ومديسة معايا إن للسحور ته مركة للصوم أيه وحكوجي ربركة بركة كوجته يعني أو حكسين إذا أود أو صوم كاجد معرتي إيه وقت كيسته أي كسين إذا وأنا بركة إلهي بكون بركينا يوحس أدعنتي هوا يا رادي قصدكم ما هو انتبهن إن اللي قدروا قصدكم حين إلا سحورته سحور تعصيبه مركب بركة إلهي كون درا يايو سو يعني وليبا أود أد صوم كاي وصم عظم أود يبون إلهي كون سين وأنا فرق يقول حية ومد يعني إيو ومد إيه هلا وحويا عند السحور تصير النبي عليه الصلاة والسلام وتلمامي وايه إلا إيه قورما أي مركة قفك ولو أقول إنه سحورته وحوي وعن شغني مركي أذانك لا أذان مبا وين لجوجيا هذا تكر دقيقة لا جوجي سنة دواكس وفي عنته لكن مركي لا أذانك الدمبل يعني أذانك صلاة الصبح لو أذان مايو مركا لا أذان وين سحورته لجوجيا إلهي سبحانه وتعالى وحيري وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هنا أعبى إلا دي لنتعب وابرقة لقوضة افتين كيسة أي كم وقته دي لنتمذو ولوغة جيدة هبينك يعني مذو كيسة يعني أي كم وقضان افتين كيواجة وابرقة صلاة صحيح كناي أي صوم وقته عبد الله بن عمر حديث بخاري مسلم صلى صارين وعير رسولك عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم النبي عليه الصلاة والسلام لبا مؤذن لما قفوا آذان تأيو لها مركب بش رمضان آذان كهره مركب هره ودتك إن لقوا برالجين السحور تودي أي مارثي عنان وحا آذام جري بلال بن رباح بآذام جري مركب النبي يقول بلال هبين إيضو أي تايبو آذاما مركب آذان كي بلال مقشان عنا وعبا إلا أد مقشان آذان كي عبد الله بن أم مكتوم ونين صحابي وإن دلع أيو أها نين دلع أيو أها ودتك وحي مركب ما دام وصل أركينين وحي لي جرين أصبحت واجي وابري واجي ومركب آذام جري مركب عبد الله بن مكتوم مركب مقشان جوجي عن تدعى عنيسان مركب معنى هذا واحد تهي صلاة الصبح أذان كيدي أيا لو جوجينا يا وحيا بها سنوين كصونك وحكم إذا وقع تنسد هذا يعني سحورتا إلا لدب يعني كحية الزيادة في أعمال الخير إلا كربية أعمال شخيرك مش صونك بيش صوك وابيل بركة يسبب وبيش إله قرآن بسود جي وابيل يعني مالك يدنا للصومية هابين كيدنا للتوكادو وبيش للرادنا ليلة القدر وليلة القدر وكخير بدون كم بلود مركة بيش عزي أعماش خير كإن لزيادي ويكمي تهي صدقة ويكمي تهي قرآن أخرسك ويكمي تهي محوها صلابها السنة يعني إحسان كدتك اللوفر الأمر بالمعروف وناقل الأمر النهي عن المنكر فما أنت أقول الله خيبه
waxa khayraadka oo dhan in la badiyo. Cabdullaahi ibnu Cabbaas radiyallahu canhuma xadiiskii Bukhaari Muslim ay soo saareen wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa buu yidhi Cabdullaahi ibnu Cabbaas, kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam ajwada annaas, nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa dadka midka ugu deeq badan buu ahaa. Deeqsinimo marka la yidhaahdo nebi Maxamed cid la mida ma jirin xagga deeqsinimada iyo waxbixinta. Wa kaana ajwada maa yakuun, deeqsinimadiisana waxay ugu badnayd oo ay ugu xoog badnayd fii ramadaana, bisha ramadaan marka la gaaro dhexdeeda, ramadaan marka la gaaro, xiina yalqaahu jibriil, markuu jibriil la kulmo nebiga. Marka jibriil bay bisha ramadaan qur-aanka wada muraajicayn jireen isaga iyo jibriil. Wa kaana jibriilu calayhi salaam yalqaahu kulla leylatin fii ramadaan, jibriil wuxuu la kulmi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam habeen walba oo bisha ramadaana, xataa yansalikha yacridu cala annabiy sala allahu calayhi wasalam alqur'aan, isaga iyo jibriil qur-aankii marka ku wada subcin jireen. Jibriil baa akhrinaya nebigana u dhegaysan, haddana nebiga akhrinaya jibriil baa dhegaysan. Marka markuu jibriil la kulmo khayrka nebigu waa uga degdegnimo badnaa dabaysha la diray siday u degdegto. Marka deeqsinimada iyo sadaqada iyo khayrka in lagu dadaalo bisha ramadaan ayaa waxay ka mid tahay sunanta soonka iyo waxyaabaha wanaagsan ee bisha ramadaan la rabo. Tan kale waxa weeye maaragtay waxa ka mid a sunnooyinka soonka, idaa shutima yaquulu innii saa'im, wa qowluhu idaa shutima innii saa'im, qofka sooman idaa shutima haddii la caayo in uu yidhaahdo innii saa'imun, aniga waan soomanahay, inuu sidaa yidhaahdo ayaa sunnooyinka soonka ka mid ah. Macnaha inuusan muranka iska daayo oo dadka uusan la murmin ama uusan la doodin, sidaasaa laga rabaa. Marka waqowluhu idaa shutima innii saa'im, qowlkiisa qofkii soomanaa uu yidhahdo idaa shutima marka lahaa innii saa'im. Abu Hurayra radiallahu canhu wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala allahu tacaalaa, ilaahay wuxuu yidhi xadiis alqudsi, kullu camal ibni aadama lahu ila siyaam, camal walbo ina aadan uu sameeyo isagaa iska leh ilaa soonka mooyaane, fa innahu lii wa ana ajzii bihi, soonka anaa leh anaana abaal marinay. Yacni soonka fadligiisa camal walbana oo ilaahay isagu ku amray adaa iska laho 10 xasana ayaa lagu siinayaa halkii camalba, markaas ama waa lagu laablaab ama 700 oo laablaab. Soonkana imisa jeer baa lii laablaabaya ama lii badinaya lama yaqaan, ilaahay unbaa yaqaan. Asawmu lii nebiga ilaahay wuxuu yidhi soonka anaa leh fa inna wa ana ajzii bihi, anaana ka abaalmarinayo, waxaan ku abaalmarinayana aniga unbaa og, ayuu yidhi Allah xadiis alqudsigaas. Wasiyaamu junna, soonku waa gaashaan buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam. Muxuu gaashaan kaga yahay? Cadaabta ayuu gaashaan kaaga yahay. Gaashaan waxaa layidhaha qofka markuu dagaalamayo waxa lagu soo tuuray isaga dhigo oo fallaarta iyo seefta iyo isaga gudbo ayaa la yidhahdaa gaashaan. Soonkana marka waxa isaga dadbaysaa oo iska xijinaysaa, yacni waxa weeyaan cadaabkii ilaahay subxaanahu watacaala. Markaasuu yidhi nebiga idaa kaana yowmu sawmi axadikum, midkiin soonkiisa haddii yacni ay tahay midkiin axadkiini soonkiisa maalintiisa soonkiisa haddii ay tahay, walaa yarfuth walaa yasqab, yuusan afxumaanin, afxumo yuuna ku hadlin, cay yuuna la imaanin, yuuna maarsi buuqin. Wa insaabahu axadun, qof haddii uu caayo aw qaatalahu ama uu la dagaalamo, falyaquul ha yidhaahdo innii mru'un saa'im, aniga qof sooman baan ahay ha yidhaahdo. Xadiiskaasina waxa weeye muttafaqun calayhi, Bukhaari iyo Muslim ayaa soo saaray. Sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam isla xadiis kaleo Abu Hurayra soo yacni ka wariyay nebiga calayhi salaatu wasalaam, isagana Imaam Bukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray, nebigu wuxuu yihi man lam yadc qawla zuuri walcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fi an yadca طacaamahu wa sharaabah, qofkii aan iska daynin hadalka beenta ah iyo been in lagu dhaqmo, qofkaasi ilaahay dan kama laha cuntada uu ka tagay iyo cabidda,
soonka marka maqsadkiisa iyo ujeedadiis maaha in la gaajoodo keliya oo afkaagana cuntadii aad ka mamnuucday in afkaaga cunto ay gasho aad haddana afkaaga ka soo baxdo xan iyo cay iyo edabdarro ma aha sidaad uga soontay cuntada waa inaad uga soontaa yani dhaqanxumada iyo cayida iyo wixii lamid a waxyaabahaasoo dhan waa iska ilaalisaa wey marka wa qowluhu idaa shutima nebigu wuxuu yidhi haddii fa insaabahu axadun aw qaatala qof haddii uu caayo ama uu la dagaalamo ha yidhaahdo anigu waan soomanahay ma hoos buu u dhahayaa mise kor buu u dhahayaa innii saa'im hoos buu u dhahayaa mise isaguo kor intuu sheego le innii saa'im war hebelow aniga waan soomanahay saddex qowl baa ku jirta culammada qaal waxay yidhaahdeen hoos buu u dhahayaa maxaa yeele inuu hoos u yidhaahdo ayaa ikhlaaskiisa yacni u wanaagsan inuu hoos u yidhaahdo maxaa innii saa'im oo kor uu yidhaahdo waxaa dhici karta inay shaydaan uu naftiisa yacni soo geliyo istutus war aniga waan soomanahay iyo wax lama marka inuu hoos u yidhaahdo innii saa'im yacni innii saa'im uusan waxba maqashinin ayaa loola jeedaa bay yidhahdeen qaarna waxay yidhaahdeen waxaa loo kala saarayaa soonka kii ramadaan haddii uu yahay iyo soonkii sunnada midkuu yahay haddii qofkaasi uu sooman yahay soonkii ramadaan oo qof uu caayo wuxuu odhanayaa innii saa'im korna codka waa ugu qaadaya waa maqashiinaya haddii laakiin soon sunna uu yahay wuxuu dhahayaa bay yidhaahdeen innii saa'im hoos buu dhahaya yacni ra'yiga saddexaad wuxuu leeyahay an yaquulahaa jahran fi lfardi waalnafl kor buu u dhahayaa yacni soonka ama farad ha noqdo ama sunna ha noqdo maxaa yeelay sidaas waxaa tusaay hadalka nebiga uu yidhi haddii qof uu caayo ha yidhaahdo waan soomanahay taasaana xoog badan maxaa yeele ikhlaasku waa wax qalbiga ah ikhlaaska iyo waxa qofka markaa inuu ula jeedo ilaahay dartii waa shay qalbiga kanna amarkii nebigu fulinaya marka inuu soomon yahay ede adoo ilaahay ula jeedo de waa khalaas ilaahay baa maaragtay ka abaalmarinayo laakiin bal ninkan in uu ku yidhahdo innii saa'im sababtuna waxay tahay inuu xusuusiyo war aniga waxaad ku hadlayso waa iska kaa dhicin karaa laakiin waxaanan rabin inaan kula doodo inaan yani af lagaa doodo inaan dhaqan xumo aan ku dhaqmo anigoo ilaahay dartii u sooman macnaha saasay ka dhigan tahay wuxuu xasuusinayaa in anigaba sidaas aad yeeshay waa yeeli karaa laakiin maadaama aan soomanahay oo cuntadii iyo cabidii ishaawadii ilaahay dartii uga tegay sidoo kale dhaqan xumadana ilaahay dartii baan uga tegaya marka sidaa weyn tan kale waxa weeye qowluhu adducaa yacni waxaa ka mid a tan shanaad adducaa cinda alfitr qofka sooman markuu afuraayo inuu duceysto waqtigaasna waa waqtiga ducada la ajiibo ducooyinka maxaa ka mid a ku duceysanayo dahaba adama'u wabtalat alcuruuq wathabata alajru insha allah oonkii waa tegey xididadiina way qoyeen ajarkii aan rabnayna ilaah aan ka rabnayn insha allah waa noo sugnaaday nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiiskaasina waa xadiis xasana waxaanu soo saaray daaraqudni wuxuu kaloo yidhi nebiga caleyhi salaatu wasalaam xadiis imaam tarmidi uu saxiixiyey thalaathu dacwaatin mustajaabaat saddex duco ilaahay waa ajiibaa saddex qof ducadooda ilaahay waa ajiibaa dacwatu saa'imi qofka sooman ducadiis ilaahay waa ajiibaa dacwatu lmadluum qofka laga gardaran yahay oo la gardaraystay habaarkiisa ilaahay waa ajiibaa qofkaasi hadduu u habaaro qofkii isaga dulmiyey ilaahayow hebel waa i dulmiyey heblaayo waa i dulmisay ilaahayow iga qabo ilaahayow yani saa hadduu yidhaahdo yani habaarkiisa waa la ajiibaya wa dacwatu lmusaafir qofka safarka ku maqanna oo dalkiisa iyo dadkiisa ka maqan safarka ku jira xaalad culus buu marayaa qurbuu ku jiraa hadduu duceysto ilaahay baryo isagana ducadiisa waa loo ajiibaa tan kale lixaad oo sunnooyinka waxaa ka mid ah alfitru calaa rutabin fain cudima fatamarun fain cudima fama alfitru in lagu afuro calaa rutabin oo rutabaatin yacni rutab waxaa la yidhahda timirta qoyan ayaa la yidhahdaa
timirta qoyan timir qoyan oo jilicsan inuu ku afuro fain cudima haddii la waayfa tamarun timirta aan qoyaneyno qalalan oo timirtii wey fain cudima haddii timir oo dhan la waayo famaaun biyo ayuu ku afurayaa sidaasa sunnada ay tahay haddaad heli kartid rudab ku afur daawise tamar ku afur ضابطكي أفراد الضابط الرابع ضابطكي أفراد وحويه محوها ضابطكي أفراد وحويه المفطرات سبعة المفطرات وحيابها أفك أفرين هي سبعة وتضبوي تضب الشيء حدي لأهله أفك صنكيس وواجبي هل اسكا الى هذه المركه الا فعل برتال ربا كو وحا وين الاكل والشرب عمدا عند يعبد او لك لو عني اما لو عبي هدي قفكو يدو او سومي هي او غاجودو او عنتو اركو او اوغي انو سومي هي اسكا عنا اما او اومو بيو اركي اسكا عبو او اوغي هي ما هل مامن قفكاس سون كيسا وا يعني جبي dembi buu ku dhacay ilaahay inuu uga toobad keeno wey maalinkaasina inuu soo celiyo wey marka wixii ka dambeyn inuu ka joogo wey uusan wax dambe cunan maalinkaasina loo xisaabi maayo marka maxaa u daliila ilaahay wuxuu yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri cuna oo caba ilaa diilinta cad ay ka caddaato ay ka muuqato diilinta madow oo habeenkii ah habeenkii maalinta ay la kala garto oo tan markaas diilinta cad oo ah fajarkii marka intaas markii aad markaas joojiya cuntadii uma dabadeedna atimu siyaam markaas soonkii dhammaystira ilaa leyli ilaa habeenkii laga gaaro markaa ka joogsada cuntadii cabiddii oo dhammaystira soonkii ilaa iyo habeenkii laga gaaro waaye maxaa nidhi alaklu washurbu camdan haye haddii ka waran isaga qofkii waa cunay ama waa u cabay qofkii soomana cunto cunay ama waa cabay laakiin camdan ma ahayn waa iloobay hadduu iloob u cuno yani wax u cabo soonkiisii waa u jiraa ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari muslim ay soo saareen min xadiid abi hureyra wuxuu yidhi nabiga man nasiya wahuwa saa'imu fa akala aw shariba falyutima sawmah فإنما أطعمه الله وسقاه قفكي إلوبة سقو صوما سقو صوما إلوبة وفأكل عناء وشرب عبه وحبو عني وقاجوذي منو حسوسا من صومي أما وعبي وإلوبين صومي وانكي حكتا بذي صونك وإلوبي فليتم صومه صونك سهب ما يستر أيويري النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله إلهي بقوذيه وسقاه يعني صون كيسي وأصح مالك سنة مصر علناي صون كيسي وأجرا عندنا إلهي يعني عنتسي إلهي من ورابي كاسم وفضل إلهي سبحانه وتعالى لكن وإن أديك مركز أتاي قف هلمان سن أديك وأكع سمي ما ليه كرسي هلمان بيهد يات خيامي كرتا إلهي يعلم خائنة الأعيني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلهي إيش يعني ما أرتي يعني خيانة وده إيش خيانته يوح الله تكو قرصون وأجي رب سبحانه وتعالى وايه بارك قفكي هدي وعنو وعبو محا كده لناي ولكا أوسمي ويعني ما أرتي ورده هدو ولكا أوسمي وحامري وإنو سو يعني رت أولا وادن بابي يا oo tawba iyo istiqfaar baa laga rabaa maalinta inta ka hartay inuu cuntada ka joogaa laga rabaa soonkiisu waa fasahaaday waa inuu ogaadaa maalintaas inuu soo qaldeeyo ayaa laga rabaa wax kaloo ganaaxa ma laga rabaa maya wax kaloo ganaaxa lagama rabo sida xoog badan min aqwaali ahli alcilm ganaax kale lagama rabo waa maxay tahay taas cuntidii cabiddii ula kacayd laakiin haddii uu halmaamo waxba dhibaata male labo aljimaacu camdan aljimaacu jimaac galma ayuu sameeyey isagoo sooman camdan ula kac buu u yeelay ma hilmaamin hadduu hilmaamana jimaaci soonkii dhan uu halmaamo isagana maa calayhi shay rabbana laa tu'aakhidna
إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت إلهي وأنو قبنن بشي عن هلماني أما الجهل أنوك يا قوندر إلهي وحوي إلهي وان يالي إن إلهي يسن إذن قبنن وإذن كعقابن الجماع عمدا عمدا تاسبر فحي تلم عمسا قفكي استقو أكسون كيسي أيو قلم اللي يمد مقارتي الجماع عمدا سون كيسي سيغانا و جبي سون ماش أميال سون ماش أميال وياي الجماع عمدا وحكا دلال الله مركا رنكاس وحكا دلال الله وحياما ديادوين قلت أولا يعني وإنو دب وينبو كل عين توبة استغفار لي ماذا لبو إنو يعني وصن ودب دم وحوعنين إلا قرع ذي كبعضه وصن لهم كل يبقى أفواء أفرية ونسكدر قيا سدع إنو قال صن كيس إنو فسادي أفر إنو صو يعني محوها يعني قضيه مالكاس وحاور رعية جناح للكفارة كفارة أو لما بلوت وحرير إنه صوم لما بلوت وهل مالنا ولا حين إنه صومه أيها الغرباء لما بلوت وحرير إنه صومه أيها الغرباء الكفارة كفارة المركة وطبعا ترتيب بين هذا إنه هرتب أدي وهلي كانوا أدون إنه حري إنه حري ده أدون الحرين هذا المجر لما بلوت وحرير إنه صومه هذون الصومي كريم هو حنون إيه تبردر إيه أي جرتو لحظة مسكين إنه قوذيخ مركا أرنكا إن آدي أدلوغو برالوغوي بدانا مركا أقون دينو إدان لحين أي وحيا بها يعني وحلقيا بإنه كل عان حدنا اسكا هوش نلاشو اسكا وطان وحاو دليلة وحاو دليلة حديث أبو هريرة أو كجر في البخاري ومسلم أبو هريرة حول بينما نحن جلوس عند النبي ما أن أنه النبي قال لفرد إنه إذ جاءه رجل النبع ويمد فقال وحيد يا رسول الله هلكت رسولك الله وان هلاك سمي لبا يقول لعي وان هلاك با يقول لعي قال النبي وحيد ما لك محاك يقول لعي الله هلاك سنتي قال وقعت على امرأتي وأنا صائم هوين تيدبان أقل موضي أنيق وصومن بويري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحكيرة هل تجد رقبة تعتقها قف أدحري سمهل كرتا قف أدونا أو كوجو أدحري كرتا مجرى قال وحير لا ما يمجر قال وحير فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ما أودي كرتا الله ببلو ذو حرير أين صنت قال لا ويرمي قال وحير فهل تجد إطعام 60 مسكينة مصومي كرتا ما مقودين كرتا لحظة مسكين أنت ما درجينيس ميالي كرتا قال لا تاسنا ميالي كرخ فما كث النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال ملك النكي وكاع مصي ويشي بالحوغا بالسوقي فبينا نحن على ذلك أنه سيدا أولجونا يوري أبو هريرة نبي أتي النبي بعرق فيها تمر والعرق المكتل وحال كاني يعني دنبيل ويناتي وتمر أي كبو حدا نبي الله كاني قد وين وانتو بضل يعني تمر وين تمر أي كجرته يعني بور كيلو كيلوين بضل وتمر أي الله كاني نبي الله كاني قال نبي وحر أين السائل ورآوي كي حدا وحسواش ويديناي يا الله رعت الله سيقول عليه نكي ماشي وفدي ما فوقينا قال أنا عنك ويري يا رسول الله وعنك قال وحير خذها قاض دمبيشا وينك بدر التمرت أي كم عضو يا قاض فتصدق بها صدق يسوع كفارة سجبح نحذن كي مسكين عن تضوذي كديه فقال الرجل نكي وحير على أفقر مني يا رسول الله ما قف أنا إجا فقير سنبان كوسا دقيسا طمع باقالي من فقير أبوها واحد ما هيسا سيقي المي سيبوها قاعد جيسناين مركا سويري أنا إلهي وحن إسيه رسولك ألو
ما عد إجا فقير سما سيا فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي وعير والله ما كنا أرتيه لبض البورود مدينة يقولنا حيسو إذا أدو جيدو قف إهل كيجا كفقير سنو لقانا مجيو يعني الدد أنك نوغا حاجة بضل نوغا فقير سنو بقر الماي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي يواكو قصر مرك دم عيسيب الليابي حتى بدت أنيابه إلا أي معرض من عيس أي مغذين ثم قال وحيد أطعمه أهلا بحمرك إهل كاقسي إلا ستين مسكينة ما دام الليلي ستين ومن أهلك سي مركا كفارضي هل كما حكم وقتي إني كفارضاسي أي كو واجبي سقفكي وقناح أنت عليك قفكي مالين رمضان جم يعني قلمه أي كبعضه أو لكا واي شروط مركا كفارضي كو واجبي سبحانتهي وحويان هرت أن يكون ممن يلزمه الصوم قفك أي كفارضي كو واجبي سقف صومك كو واجبي مسلم إني بالغ إني عاقل إني هذه قف عن مسلم أهين مالين رمضان يركز أوق المول كفارة لقرب ما عليه مايا ما بك عن صحيح نيم الصوم في صباح مجنون مايا سبينا مايا واي ألا يكون هناك مصدقا للصوم في حقي هدي قف كاسي وح صومك كردا يأي كسوين هنا كفارة لقمر مثلا حكم إذا مسافر بوها سفر بوها كسوة قلي سفر بكسر قلب ما بصوم مريم ما قرأت سقي إير كيس ما صوم مريم سفر بكسر قلب مركز قال ما يعني سو قال ماذا كاس مركز وحكر يعني صون كي كردي صون مدي با ماشة تعلم سير كفارة لقى مرة مالين رمضان وين تاي هبينا ديت حين يدنا دبعت ماله هذا هبين كي يعني سو قال ماذا لماله وين أن يكون في نهاري رمضان تن أفراد وإنو قف كاسي وأجيه حكم كان إنو قرن أيوه هذا جاهل كأها ولقيت أقول ما له قف هذا صو إسلامي واي خرين وما أقولن جاهل بكأها ما يزين كفارة يكون واجبين لكن وإن أخمار زين أجيه خطرت على هذا يعني أرين تعصب مركا يعني مركا صار لنا هاي مركا دتكم ما هاي جاهل اسكت ديغان سين الدين تو بار انه هادو يعني او هلان عذر دور عذر دار اي او هلان يعني وقف اوجين ارنتا سي خطرت اي كل كل هذا السونك مجرو مركا عدل سدو كلا وا انه عامد يعني ولا ولا ك وحا ماشي كبا حيدن هادو هرمانسيا يعني عامدا عامدا ولا كعب وسمي ذاكرا خصوصا وصل هرمانسين انه انه سمي وحي كدلنا ان واشغني الله يورت اولا ذنبي ما قرتي يا يعني ذنبي وكدلنا اوكي الاثم لانتهاك حرمه اليوم الاثم لانتهاك حرمه اليوم ذنبي وكدلنا ذنبي قام خوي لانتهاك حرمه اليوم ما انت حرمته دي الشرف كدي وكدلي ذنبي با كسو غاراي او سونكيس كعيار فساد ذلك اليوم في حقي صون كيسي ما أنت أزواك فساد الإمساك بقية اليوم أنت ما أنت كهرتين وين أف قبطة وصن دبدا معوني عوني عبد وصن ودواني ما أنك أسوأين وصوق اللي صم يوما مكانه وير النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة على الترتيب ما أنك أسوأين وصوق اللي نيا كفارا ولا قرما كفارة هو محين قولي سامركا أدون إنو حريو كو تاسع أول رئيسة هذه سن أودن لو بلاده حرير أو معلم ولا حين إنه صامه هذه سن أودن لحضر مسكين إنه قوديه مقدارك لسينا أي محيط أي واحد لسين مسكين قال لسينا أي وعلى نصف صاع لكل مسكين نصف صاع صاع نص كيسة هذه عنتا برجس قف كاسي ما أعرف قف مسكين كا أو عنتا يعني راشين وإنه سيا أو كدر جو قف كاسي مسكين كا واي حوالى يدا هدي نكى سلا نكى قمرنا قبي حوالى تزوج الموضة يدا الكفارة ما لبث بع وح سلا حوج بدن هدي أي
iyadana raalli ku ahayd way iskula jiraan, iyadana kafaarada waa kula jirtaa. Laakiin haddii uu khasbay ama uu maarata hadaday ama saasoo kale, taas waa ka duwan tahay. Marka yani kafaarada intaawacad khusuusan waxa weye annahu intihaakun lixurmati yoolka rajuli tamaama, haddii marka iyadana ogolaatay oo sidaa ay raalli isaga ahayeen, sidaasay noqonaysaa wey waaye. Okay, marka taasuna waxa weye mas'alada ee aljimaacu camdan. Tan saddexaad waxay noqonaysaa alqay'u camdan, alqay'u camdan isma tajin ulakac lusuma tajiyo ayaa soonka uu ma aragtay ku jabaya ama soonka uu ku guraya. Alqay'u matag yani isma tajin ama yani qofka inuu matago, camdan isagoo ulakac isuma tajiye afku gacanta iska geliyey waa isma tajiye, soonkiisa marka halkaasi ayuu ku dhammaaday. Laakiin haddii isaga aan uusan u qasdin waxbuu uriyey, waa ishayn waaye, waa matagay, matag baa ka yimid kaasu, markaasi soonkiisu waa sax, soonkiisa waa saxoo yani man daracahu alqayu yani nabiga caleyhi salatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii yani matag uu ka xoog badiyo yani qofkaasi qadla lagama rabo. Waman istaqaa falyaqdi oo kama qaala caleyhi salatu wasalaam. Laakiin qofkii isaga isma tajiya nebigu wuxuu yidhi haqadayey maalintaas, maalinkaasi haqadayeyo ayuu yiri nebiga caleyhi salaatu wasalaam, waman istaqaa falyaqdi. Marka mas'aladaasina waa tii saddexaad, qofka inuu isaga hadduu isma tajiyo ulaka inuu soonkiisi uu ka jabay oo yani laga rabo maalintaas inuu soo qalleeyo. Tan afaraad alistimna, mino mani oo liska keeno, mani oo liska keeno ya alistimna waxa weeye qofki inuu mani iska keeno. Sidee buu isaga keenayaa? Masalan haweentiisii buu la cayaaray ama waa haggaray ama waa dhunkaday ilaa uu markaas qofkii mani ay ka timid. Magarata istimna baa la yirahdaa, yacni inay mani ka timaado qofkii dalbay ma aragtay, kaasuna soonkiisi waa jabay. Maxaa yeelay soonku waxa weyaan cabid iyo cuntada iyo shahwada ilaahay dartii looga tago. Marka haddii marka qofkii uu shahwadiisii uusan ka tegin oo uu dalba inay shahwadii ay ma aragtay inkasta uusan galma samaynin, laakiin shahwadii ka timid ee uu yani mucaasharadii iyo dhunkashadii iyo wixii la mid ah haweentiisa waxay keentay marka inuu soonkiisa uu halkaasi uu ma aragtay isagana uu ku jabay. Marka shahwo oo laiska keeno yani sida la doono laisaga keenee ayay soonkiina uu ku jabayaa, taasuna waa tii. Laakiin waxaa meesha ka baxay qofka haddii isagoo hurdo oo ay arko inuu mani ka timid, isagoo hurdo uusan waxba ogeyn soonkiisa ku jabi maayo, soonkiisa ku jabi maayo. Tan shanaad alcazmu cala alfitri, alcazmu inuu niyeysto inuu afuro isagoo sooman unbaa niye wuxuu go'aansaday waan afurayaa niyada ya alcazmu cala alfitri, wuxuu go'aansaday inuu afuro ayuu go'aansaday. Marka go'aankaas isaga ah oo uu qofkaasi la yimid inuu afuro soonkii uu ku jabaya, maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat, acmaasha waxaa lagu ay ku dhisan tahay niyadeeda. Marba niyadii haddaad go'aansatay inaad soonki iska aad afurto xataa haddaadan wax cunin, soonkaagii waa uu jabay. Tan lixaad alxayd waalnifaas, dhiiggii caadada ayay haweentii heshay iyadoo sooman, soonkeeda waa jabay ama way umushay, soonkeeda waa jabay. Tan toddobaad arriddatu, diintii buu ka baxay qofkii, nacuudu billaahi min dalik, diintii buu ka noqdayo waa gaaloobay qofkaasina, soonkiisa isagana waa uu ma aragtay waa uu yani waa jabay. Marka toddobadaasi shay
in la ogaado oo cilmigeeda la yeesho oo soonku ku jamo aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Marka arrimahaas waa arrimo muhiim ah. Daabitka shanaad waxa weyaan alayaamu mustaxabu siyaamuha, maalmaha ay muxuu ahaa ay sunnada tahay in la soomo sanadka. Soonkii waajibka ah waa ramadaanka, soonkiisa iyo kii nadarka ah iyo, laakiin maalmaha ay sunnada ay tahay in la soomo waxaa ka mid ah maalmahaasi, maalmaha uu nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu noo sheegay in la soomo, oo ay ka mid tahay matalas isniinta iyo khamiista, ayaamulbiil 13-ka, 14-ka, 15-ka bil walbo oo bilaha islaamka ka mid ah. Waxaa ka mid ah yowmu carafa oo qofka aan xaajiga ahayn, yacni yowmu caashura maalinka 10-aad ee bisha muxaram. Waaka maalmahaasi sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay tilmaantay 6-da shawaal oo markii ramadaan la soomo oo 6 maalmoodo shawaalna lagu daro qofkii wuxuu helayaa inuu soomay sanadkao dhan, qof soomana ajarkeeda oo kale. Yacni 10-ka dhulxija, yacni maa min ayaamin alcamalu saalix fiihina axabu ila allahi min hadi lcashr, 10-ka dhulxija in sooki la badiyo ooma la wada soomo, iyadana waxay ka mid tahay maalmaha ay haboon tahay ama sunnada ay tahay in la soomo. Marka kulligooda adiladooda hadda kama gaarno, oo maxaa yeelay waqtigaana ciriirinayo mid walba daliilkiisa, laakiin intaas waxa weeye maaragtay maalmaha sunnada ay tahay way ghaalibul muxaram, bisha muxaram badankeeda in la soomo. Afdalu siyaami bacda ramadaan shahru llahi lmuxaram ayuu yiri nebiga caleyhi salaatu wasalaam, bisha ramadaan soonkeeda kadib waxaa ugu fadl badan bil la soomo bisha muxaram. Afdalu salaati bacda alfariida salaatu lleyl, maalmaha ayna bannaanayn ama la reebay naloo diiday inaan soonno waxa weeye alciidaan, labada ciidood, ciidulfitri iyo ciidulaadxa ma bannaana in la soomo. Labadaa maalmood nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa uu reebay in la soomo. Waxaa kaloo iyadana maalmaha aan la soomaynina ayaamu tashriiq, maalmaha ayaamu tashriiq hilbawaradka oo 11-ka dhulxija, 12-ka dhulxija, 13-ka dhulxija, oo maalmaha ay xujaaji joogaan Mina oo maaragtay oo ciidda ka dambeeyay, ayagana 11-ka, 12-ka, 13-ka ayagana waxay ayaamu aklin wa shurbin wa dikrullah buu yiri nabiga caleyhi salaatu wasalaam, waa maalmo cunto iyo cabid ilaahay xuskiisa, iyagana waxa maalmahaasi yani la soomo maaha. Yowmu shak, maalin shaki oo laga shakisan yahay, yani shaki uu ku jiro soomba soon ma ah, isagana ma aha in la soomo. Maalinta jimca oo keliya in soon lagu keliyeelo, qof baa iska jeclaanaya maalinta jimca, waa maalin fadli badan, jimca kasta waan soomaya, taasuna ma banaana. Ilaa qof soomi jiray yani soon caado u ahaa, ayaamulbiidkii baa matalan jimcadii soo gashay, dhib ma leh, yani arbaca ka soo bilaabay khamiis, jimcana waxa noqday maalintii 15-aad, dhib ma leh, ama maalintii 12-aad, ama maalintii 11-aad, maalintii maalmaha ka mid ah ayaamulbiidkii noqotay, waxba dhibaato ah ma leh. Laakiin jimca keligeed in lagu keli yeelo soon, taasuna iyadana waa naloo diiday. Sidoo kale yowmu sabti munfaridan, sabti keliya isagana in laga yani keligi soon lagu keli yeelo, lagu keli yeelo, taasuna iyadana waa naloo diiday sabti keligeed. Iyadana waxaa ka baxaya in haddii uu maalmihii kale oo la socday ee sabtiga qayb ka noqoto. Waxaa kaloo ka mid a soomu dahr, qofkii inuu yihahdo weligay maalin walba waa soomanaanaya, taasuna ma banaano, waa naloo diiday. Ugu dambeyn soomu lmar'ati wa zawjuha xaadirun bigayri idnihi, haweenayda inay soonto iyadoo ninkeedu joogo oo safar una jirin ilaa idinkiisi mooyaane, soonka sunnada ah way, kii faradka maaha, soon sunna ah inayna soomin iyadoo ninkeedu uu joogo ilaa isaga idin ay weydiisato mooyaane. Taasuna waa nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegayo, wuxuu yihi laa tasuumu lmar'atu wa zawjuha shaahidun yowman min gayri shahri ramadaana ilaa biidnihi,
هويني صومن مالن عن رمضان أهين يدو نكيد وجوبه إلا إذن كيسمو يعني حديث كاسنا إمام ترمذي يا صوص عليه وأنا صحيح شغل البان وصحيح يعني هلك وحين أقول رمضان كتاب الصيام هي هلك وحين أقول رمضان وحين وحري مركة وحين وحري كتاب الحج إن شاء الله هدي أنا هالمامن زكاة الفطر أيان إن شاء الله كتاب الحج أنك الرئيسين دونا زكاة الفطر عشر صوص على زكاة الفطر محيري وحي وحي لا صعطة وأحكام تبيش رمضان مرك إن شاء الله أنت هنديبو كل مدونة عشر كينا ما أنت تغيين وجوه هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.